فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. الله سبحانه وتعالى أخبر عن النصارى وقال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، يعني المسيح عليه السلام، رأفة ورحمة، هذا شيء ثابت، ورهبانية ابتدعوها. الرحمة والرهبة والرأفة والرحمة هذه ثابتة، ولكن هذه من شرعهم ومن شرع المسيح عليه السلام، لكن الرهبانية وهي التشدد في العبادة هذه ليست من دين المسيح عليه السلام، وإنما أحدثوها. ولهذا قال: ورهبانية ابتدعوها. والابتداع هو إحداث شيء من في الدين ليس منه، فهم ابتدعوا الرهبانية وهي الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة، تفرغ للعبادة للعبادة، ولم يستمروا على هذا لأنهم انقطعوا.